شمال أفريقيا عموما إلى اليوم صورة العراق بقيت عندهم في سنة 2006. العراق في نظر كل شعوب الشمال الأفريقي توقف الزمن 2006، أيام تفجير قبة الإمامين العسكريين وأيام الأحداث الطائفية، لا زال تاريخ في ذلك الوقت متوقف. وأنا ألوم وأعتب بشدة على كل المتصدين لهذا الشأن في العراق أنهم لم يسعوا لتغيير هذه الصورة الموجودة هنا. يعني إلى اليوم أنا لعله في حد اطلاع القاصر لم أطلع على مشروع حقيقي لإعادة تشكيل صورة حقيقية للواقع العراقي بعيدا عن الصورة النمطية التي يسعى لترسيخها الإعلام. أنا دائما أقول في العراق هناك أشياء كثيرة جميلة، يعني فقط لو عرضنا صورة الحشد، اليوم الإعلام يصور الحشد على أنه حشد مذهبي طائفي. الآن هذه المعلومة بالأرقام، قبل قليل كنا مع السيد والإخوة في الإعلام بالأرقام، كم سني في الحشد، كم مسيحي في الحشد، كم صابئي في الحشد، كم أزيدي في الحشد، هذه الأرقام لا يعرف أحد. الحشد اليوم هو مؤسسة مذهبية، هذه الصور موجودة في كل إعلام العالم. مهم جدا أن لا تتناقل الصورة الأخرى الحقيقية، أنه الحشد هو قوة وطنية تمثل كل أطياف العراق من أقصى شماله إلى جنوبه. أحسنتم. مهم جدا العمل على هذا الشيء. أغلب الإعلاميين في تلك المناطق معلوماتهم انعكست على الجانب الشيعي بسبب القضية السياسية.